صبحكم الله بالخير مشاهدينا، يوم جديد نلتقي فيه معاكم عبر برنامجكم اليومي صباح شرقية. هذا البرنامج اللي يقدم لكم وجبة متكاملة من الموضوعات اللي أكيد تهمكم ويناقشها مع أو نناقشها مع المختصين بها. والحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. تغنيم القهوة تعتمد على آداب وترتبط بقواعد معينة. اتحاد كلباء ينظم أسبوع القراءة لمنتسبيه. رواد الطاقة النظيفة برنامج توعوي في الشارقة. مشاهدين بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم بنخبركم أو بنطلع على آخر الأخبار في فقرتنا الخاصة بالصحف المحلية. أول خبر محلي مشاهدين عندي من صحيفة الخليج. ترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة في لندن، سلطان يعتمد ميزانية أمريكية الشارقة وخطتها البحثية. وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء الجامعة اللي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، بحيث أن هذا الاجتماع مشاهدينا تناولوا فيه عدد من القرارات اللي تهم الجامعة الأمريكية في الشارقة، منها المنح الدراسية وأيضا منها الرسوم الدراسية أو المصاريف الدراسية الموجودة في الجامعة، وناقشوا عدد من الأمور منها حسن سير العمل في الجامعة وعلى الخطة البحثية الخمسية للجامعة وميزانيتها وخطة وميزانية المرحلة الأولى لمجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار. طبعا مشاهدينا هذا الاجتماع واحد من الاجتماعات اللي تكون من قبل صاحب سمو حاكم الشارقة لتطوير هذه المدينة الجامعية ومنها الجامعة الأمريكية في الشارقة. أما خبرنا الثاني مشاهدينا أيضا من صحيفة الخليج، بلدية كلباء تطبق مبادرة كن صوتا للصم. أطلقت بلدية مدينة كلباء مبادرة كن صوتا للصم تزامنا مع عام الخير أو مبادرة عام الخير. طبعا هذه المبادرة تستهدف عدد من موظفي بلدية كلباء منهم 47 موظف، بحيث أن هؤلاء يأخذون مثلا دروس معينة أو دورات معينة يعلمونهم قواعد أو أسس تدريبية أو أسس لغة الإشارة، تكون طبعا من قبل مختصين في لغة الإشارة. بتكون هذه الدورة مشاهدينا على مدار 6 أشهر، طبعا الهدف منه التسهيل على المتعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الإعاقة السمعية. مشاهدينا هذا كان الخبر الثاني موجود عندي في صحيفة الخليج. أما الخبر اللي موجود في صحيفة الخليج الملحق الثاني، ورشة عصف ذهني لاختيار الشخصيات الترويجية لسلامة الطفل. نظمت حملة سلامة الطفل إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة ورشة عصف ذهني في مركز الطفل بحلوان بمشاركة 7 أطفال من الفئات العمرية 8 إلى 12 سنة، بحيث أن هؤلاء الأطفال يختارون منهم طفل وطفلة تشكل الشخصيات الكرتونية اللي بتكون إن شاء الله للحملة الترويجية لسلامة الطفل. تناولوا في هذه الجلسة عدد من الأمور، بحيث أنهم هؤلاء الأطفال اختاروا الشخصيات الكرتونية، الملابس اللي بيرتدونها الشخصيات الكرتونية، الهدف منها، الرسالة اللي بيقدمونها، وخاصة أنهم بيركزون على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا خلنا مشاهدينا نتكلم عن مبادرة أو حملة سلامة الطفل. هذه الحملة مشاهدينا هي إحدى مبادرات تنفذها إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتوجيهات قرين صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تهدف إلى نشر التوعية أو الأمور المتعلقة بجميع الأمور المرتبطة للطفل من ناحية السلامة النفسية الجسدية الاجتماعية وغيرها. طبعا هذه الحملة بتكون فيها شخصيتين مثل ما ذكرت، طفل وطفلة، بيختارون من مراكز الطفل في الشارقة، واحدة مراكز الطفل في الشارقة. مشاهدينا هذا كان خبرنا الثالث من صحيفة الخليج. أما الخبر الموجود عندي في صحيفة الإمارات اليوم صفحة 39، هذا الخبر
مشاهدينا، طبعا الثقافة تفتتح المعارض الخيرية للكتاب بعد الإقبال الكبير اللي لقيه بنك الكتاب من الأفراد والمؤسسات. تطلق وزارة الثقافة وتنمية المعرفة غدا المعرض الخيري للكتاب، تزامنا نقدر نقول مع مبادرة عام الخير اللي هو عام 2017، بيكون في كافة مراكزها الثقافية المنتشرة في جميع إمارات الدولة، اللي بيستمر في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة. ويضم هذا المعرض مشاهدينا عدد كبير من الكتب المتعلقة بجميع الفئات العمرية، سواء كان الأطفال، المرأة، الرجال، الشباب، القصص، الروايات والشعر وغيرها. وأكيد دخل هذه الكتب أو هذا المعرض بيكون لصالح الخير أو مبادرات الخيرية. طبعا هذه إحدى أو مبادرة من إحدى المبادرات اللي تطلقها نقدر نقول الدوائر الموجودة في الدولة تزامنا مع عام الخير. مشاهدينا، كانت هذه بعض الأخبار المحلية اللي موجودة عندي. الحين نشوف درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. مشاهدينا، مثل ما شفنا درجات الحرارة وتشهد إمارات الدولة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة. والحين بعد ما شفنا درجات الحرارة نروح لأول فاصل، وبعدها بنتكلم عن تغنيم القهوة. خلكم ويانا.